مقومين بالثقافة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إبيزود جديدة من الميسيون كولتوريل متاعنا كولتور ماك. اليوم كما العادة حضرنا لكم فقرات متنوعة باش تعرفوا الأخبار والأحداث الثقافية في تونس. إن شاء الله باش نعملوا طلع على قبة المنزه باش نشوفوا حفلة وائل جسار أوسي باش نشوفوا بعضنا لكونسير دو سامي يوسف في قبة رادس والعديد العديد من الفقرات الأخرى. لكن اسمحوني باش نشكر في البداية الفضاء اللي استقبلنا اليوم, فضاء ميلفوي في المرسى. توا نشوفوا بعضنا شنو حضرنا لكم في كولتور ماك. باش نحكيو توا على الموسيقى وباش نتنقلوا اكزاكتومون القبة المنزه باش نشوفوا بعضنا الامبيونس نتاع حفلة وائل جسار وليد التونسي ومنال عمارة. الحفلة ذي كان فيه الحضور الجماهيري ضخم, دايوغ أول مرة بعد الثورة نشوفوا حفل فني فيه الحضور الجماهيري هذا الكل. كما تعرفوا بعد الثورة مع عبد القبة كان عمرو خالد وجدي غنيم, لكن الجمهور المرة ذي كان حاضر جمع بين جمهور المزود وكذلك أحباء الرومانسية مع وائل جسار اللي تعدت جيت تونس ديغنييغمون. اللي ما مشاش في الحفلة هذه هو التنظيم, التنظيم كان متوسط برشا. نخلي لكم التفاصيل تعرفوا عليها في الريبورتاج التالي. شفناك اللي متذومة برشا مرات في تونس, ظهر لي وقيت باش وائل جسار يفكر في أغنية تونسية هكا ولا طريقتك أنت؟ يعني أكيد هذا بيشرفني أني أغني باللهجة التونسية, وفي في تفكير بهذا الموضوع جدي إن شاء الله أكيد, لأنه أنا مدين لهذا الشعب الطيب والمحب لفن وائل جسار. غريب أعز الناس بيتغير عليا, مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا, خلصنا خلاص أنا ماشي ومرقية. غريب الناس غريب الدنيا فيا, أعز الناس بيتغير عليا, مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليا, خلصنا خلاص أنا ماشي بابا. في كده معقول يا ساد, مفيش كده في الحياة, لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا. مفيش كده في الحياة, غريبة الناس غريبة الدنيا فيا, عايز الناس بيتغير. شنو البون كومون بين وائل جسار وليد التونسي؟ تو الاخر رومانسي. عطيني رومانسي على الاخر. كيفاش رومانسي؟ اي رومانسي. انت راجع لغاني الغاني فيهم كل سنتيمونتال, كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد. مالك روحي ومالك قلبي كل حياتي ملك دي, كيف نحب نرجع روحي نلقى روحي ذابت فيه, يهز احساسي ويناديني في دنيا عجيبة يخليني, مرة نفرح مرة نسرح مرة ننسى حياتي في Thank you.
أول شيء باش تتخلى عن أغاني الدينية والرجوع إلى الرومانسية، لأنه كما قلتك أغلبية الجمهور حبك وعشقك في الأغاني الرومانسية. هلا انتبه، الألبوم الديني حالة خاصة، يعني لما قدمته يعني كانت تجربة جدا جدا مميزة بمسيرتي الفنية، والحمد لله لقى نجاح كتير كبير بالعالم العربي، وهذا دليل لأني استمر بالمزيد من النوع الغنائي الديني. ما هو رأيك في اللي قاله فاضل شاكر مؤخرا، وفي اعتزال فاضل شاكر وتفكير فاضل شاكر في الانتماء لأحد الأحزاب ولا يغني مع أحد الأحزاب أيضا، خلينا نقول سلفية؟ كل إنسان حر برأيه، وهذا شيء بخصه هو. لكن في بالي هاجمك أيضا. لا ما هاجمنيش إلي أنا، بس كل إنسان عنده وجهة نظره وعنده طريقته باختيار طروحاته اللي بيقدمها. اللي بيننا باب قفلته ما تفتحوش، في الزمن ده ما حدش بيشيلك جميل أخطائك، ولا انسى آسف لا مستحيل، سهل عليك بتضحك وتقتل القتيل. اللي بيننا باب قفلته ما تفتحوش، في الزمن ده ما حدش بيشيلك جميل. فاكرني هنساك ده انا، فاكرني هنساك بالساي ده انا، ما بحسش وازاي ده انا اللي باعني عمري بحط ايدي في ايدي. إحدى حواراتك يعني كنت هاجمت بطريقة عنيفة الفنانات اللي يغنيوا بجسدهم، اللي يراهم مثلا على السرير في الكليبات، هل ما زلت مع هذا الموقف أو لا؟ إنه أكيد رح غير، يعني ما تغير شيء لحتى غير أنا، لا بالعكس. طيب بعد ما غنيت ديني ما نصورش. لا بالعكس، يعني هيدي الفنانات اللي شبه فنانات اللي بتغني بأجزادها هيدي مع الوقت يعني انقرضت، اذا صح التعبير، ما بقى في شيء من هذا النوع. الناس وعيت، الناس فهمت اللعبه شو هي، ورجعنا، بحس رجعنا للفن الاصيل. يلا طلع جميل، بدي شوف عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشيق، وتسلم عني عبكرة وعشيق، خبيته بعيني يا حبيبي. عشيق
ان شاء الله في الحفله نبدا وحدي ان شاء الله. قلت ربي نعمل كومبليكي فهكا على خاطر انت كان تمشي تسال الجمهور ما تقولش واحد مثلا جاي الواحد بركه ولا الاخر جاي ما نعرفش كان انت سالت ولا مشيت دور. اللي يقول لك قول لك جاي ولي تونسي وجاي لواجهه صار ولي تونسي واجهه صار مش نورمال بصراحه. ان شاء الله ديما هكا اما ديما اللي حفل على والد تونسي وحده راه شخنا وسخته مع والد تونسي زاد جو مش نورمال مزود الحار وحده عص جو. احلى سهريه ريتها بعد الثوره برجوله برجوله سهريه تبارك الله عليها عملنا جو تفرهدنا وتو براوحين ظهر لي الصوت ما مشيش اليوم مع وجه السهر نو بدتو صوته احنا نعرفه من غير حتى ما يغنيش احنا نعرفه صوته في الحقيقه مهندس الصوت نحب الراحه احسن سهريه اما خساره قص شو رايك يغني الميكرو شو رايكم يغني الميكرو معقول هندسة الصوت لك وين مهندس الصوت بليز معلش الناس جاي لتسمع مش جاي لتسمع الميكرو ظهر لي يا جمهور هذي ذكرنا في كارتاج لازمنا نراجعوا حفلة كارتاج هكا ولا يا ليتها ترجع حفلة كارتاج خاطر بصراحة كارتاج وحدها سي نورمال سي نورمال لازم كارتاج يرجع ياسر جاو ياسر ان شاء الله يرجعوا الحفلات في كارتاج يا ربي ان شاء الله اوبليجي يرجعوا كارتاج هنا كاتاستخوف كاتاستخوف صار يا باهية اما فما قلة نظام آه. سورتو النظام منظم حفلة مش منظمة لا منظمة لا الحمد لله كل تو تي تري بيان تري تري بيان الحمد لله ان شاء الله نتاع الجمارك عندنا النقابة نتاع الجمارك ان شاء الله نوف جوان تعدينا زاد لاباس هكا الرومانسية وجو الفن الشعبي المرة ذي باش تمشيو معايا لقبة رادس باش نكتشفوا مع بعضنا جو الأغاني الروحانية باش نشوفوا مع بعضنا فنانة عملت له حملة إشهارية كبيرة برشا على كافة مناطق الجمهورية الفنان هذايا هو سامي يوسف اللي تشهر برشا بأغنية المعلم يتغنى في بأغاني بقيم ومبادئ الدين الإسلامي بالتسامح وبرشا مبادئ أخرى أيضا سامي يوسف كانوا يتوقعوا برشا ناس حتى منظمين الحفلة اللي باش يحضروا برشا جمهور لكن للأسف الحفلة متاعو كانت فاشلة جماهيريا لكن في المقابل ناجحة على مستوى التقنيات شفنا إضاءة وصوت بهين برشا الجمهور اللي كان حاضر ولو انه شوية تفاعل برشا مع سامي يوسف شفناه حتى القص على وقع الأغاني الروحانية أكثر التفاصيل باش نلقاوهم في الروبرتاج التالي كما قاعدين تشوفوا العشرة غير أربعة المقاعد شبه خالية هنا في قاعة تاع رادس والفنان التوا مخرج توا العشرة غير أربعة يستاهل سامي يوسف نقعد نستنيه للوقت هذا الكل في بين الحفلة تبدأ 8:30 والله هو يستاهل أما اللي نظمه دماش ما يستاهلوش باش واحد يشوف
ومي اون برانسيب التسعة سي التسعة نستناو حتى الساعة أخرى خاطر فريمون تبارك الله عليه ما شاء الله غني ياسر طيارة وفريمون ما نسمع براتيكمون كان هو ماهوش في مستوى حفلاته واللي في بلايص أخرى في العالم كي تدخل على الإنترنت وتشوف الجمهور اللي يحضر له أنا نتصور هذه أقل مرة في حياته حضر له فيها جمهور من اللي بدا الكلام عليك أو آخر تو ما خلاش ما تخليش باش يرجع مرة أخرى أنا جملة معناتها يعني بارسا هو كفن انا في بلاصته مرضت يعني خلي هو مسيك اللي باش يحس شويه برشا الببليك ما عرفش علاش ما جاش الببليك ممكن فما اسباب تو نفهموها بعد شويه بشويه فما ناس ما يساعدهمش انه ينجحوا فما ناس تحب تقعد تخدم في عروض عاديه جدا احنا خذينا موقف انه نعملوا دي شو دي فري شو برشا صون برشا لومير وعرض فرجوي وفنانين كبار كما الفنان سامي يوسف عجبني فيه انه اغاني ماهيش دينيه فقط بينما هي انسانيه يعجبني غناه مس ياسر الشباب عنده ستيل مميز ليه مش كيما العباد الاخرين غنيته باهين ولي مو باهين ويوصل مساج كله على بعضه نحب غنيه كله في كله يعجبني غنيته ويعجبني حتى هو كمظهر مظهر اخلاق وخلق مانيش فنان ما نحب سامي يوسف وكاو نحبه برشا ملي طلع هو فنان تحفون برشا وبلا هو راهو الببليك نتاعو راهو ليميتي بطبيعته The secret of popularity of Sami Yusuf, it is your baby face, it is your treatment of Sufi music. I don't know, I'm trying to figure it out. I'm figuring it out myself, I don't know. But I think that, you know, I come from a very, very, very strong musical background. And I had the opportunity of studying and learning more about music and the scientific side as well, you know, not just entertainment. And of course, spirituality is very important for me, has been from a very young age. And I don't know the answer to your question. Tawfiq min Allah, min fadlillah. It's a great honor. صراحة شوية جمهور سامي يوسف سي حاشم فريمون كنت نفضل لو عملوها في قبة المنزه من الأول يعني أنا توقعت أنه مش يكون فما أقبال كبير
التوقيت نتاعها غلط اون برينسيب مش نهار جمعة يعني ساوري دو سامدي سوا كان نخصو شايف لي تيكين صاروا راه تعب هذو ياسر غاليين تسكر ياسر شنو هذي قصيت انت بستين بلاصتي تاع ستين العباد الكل ما تقدرش على شاريين اصلا حتى الماكله العاديه باش يجيو يشريو تذكره ب 30 وب 40 وب 60 شكون الاطراف هذه اللي كانت نجم تعرق الحفله كيف من هذه اللي هي يعني داخله في فرحه تونس وفرحه الشباب نتاع تونس بين ظفرين مندسين هذا ما مندسين حبوا الجمهور ما يجيش الحفله يعطيهم الصحه ما نحن مش نقعدوا ديما نعملوا في الحفلات من هذه بهذه الكاليتي وبهذه النوعيه وان شاء الله الجمهور اكيد باش يجي لحفلات سامي يوسف الجاي. What other kind of music you prefer, Sam Youssef? I love traditional music. I love classical music. I draw my inspiration from classical music, Western and Eastern. Like I love Amazigh music, you know, the Tunisian music, even Maghreb. Every time we go to, there's this restaurant we go to sometimes, we go not for the food, for the music. Because they're playing this beautiful North African music. Traditional. So I'm very inspired by traditional music. I don't listen to much pop music, sorry. Answer for people who think that music is forbidden in Islam especially? I think the only reason they say this about me is because I sang about the Prophet, you know, sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise I'm a musician like everybody else, like all the musicians out there. But, you know, I don't... لا أدخل إلى هذا ال... you know, هذا الموضوع, you know, because this is the issue for scholars and religious scholars to talk about. I'm an artist, I'm a musician.
جو من جو كل كين جو برشا زيدا روعة تبارك الله عليه روعة جو رائع لوميير حلوة برشا جو ياسر تحفون تبردنا برشا ونحبه برشا خاطر إنسان صادق إنسان محبوب ياسر تحفون كيخونا والله كيخونا تبردنا ياسر أختي جايبة 17 وحبيت نجيبها هنا باش تتفرد حب سامي يوسف ياسر هذاك علاش جو تحفون ياسر سامي يوسف مشهور بالأغاني نتاعو سونتيمونتال أغاني دينية أغاني ملتزمة علاش لا متفرهدين والحمد لله مخلوق أبنورمال أنكورابل يعني ما نجم نقول حتى شيء ما تحسوش ديني متعصب تحسو ديني يمس الشباب يمس أنا فما واحدين دينيين ما عرفش يخوفوك شوية من الدين ما تحسو يحبك في الدين سامي يوسف احنا ما تعودناش يجينا منشد إسلامي ويعمل كي جو كيما هكا دونك فرصه لينا نحن باش نتمتعوا It was an amazing experience for me you know I try to speak a bit of Arabic I'm trying to learn So it's a great honor, it was a really great honor to be here and we're looking forward to coming back soon, inshallah. نحكيو توا شوية سينما ننتقلوا إلى استديوهات طارق بن عمارة في بن عروس باش نكتشفوا بعضنا كواليس تصوير اللون ميتخارج الثاني لإبراهيم الطياف الفيلم هذايا اسمه فلوس أكاديمي على كل حال إن شاء الله نلقاو برشا فلوس في فلوس أكاديمي نتمنيو كل الخير المخرجين التوانسة متاعنا اللقطة اللي خلطنا عليها كانت موجودة فيها الفنانة التونسية فاطمة سعيدان اللي قالت لنا أن الفيلم هذايا فيه برشا كوميديا وهي تعتبر التجربة الثانية في الكوميديا الساخرة للمخرج إبراهيم الطيف المنتج رياض ثابت صرح لنا أيضا أن الفيلم بالك يخلط على الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية نشوفوا لديتاي في الليمون بتاريخ فلوس اكاديمي في برشا فلوس ولا طبعا مادام اسمه فلوس اكاديمي دونك في دازه كبيره بيان سور بيان سور اي بوكو دارجون يا لا فولونتي سي بوكو بلوس كو دو لارجون 47 تيغ سور ان دوزيام دالي كيف كيف باش تدخل فاطمه دالي ضغط فلوس وزارة الثقافة في فلوس أكاديمية ولا؟ والله هي عاد مازال ما وصلوش أما بون أنا في الجمعة توا الخامسة نتاع التصوير أما مازالوا ما قالوا مازال بكري مازال ما وصلوش ماذا بينا كو الدولة تعاون وزارة الثقافة بتعطيها أكثر فلوس مش نجم تعاونها سي با وزارة الثقافة وزارة الثقافة مشكورة وإن شاء الله يكملوا ويعاونونا إيفيدامون يا توجور دي روتار أو نيفو يعني دي بايمون مي بون سا سي با ديو وزارة الثقافة أن توكا المرة هذه مدعم الفيلم مدعم بالقدا الحق من وزارة الثقافة مدعم من التلفزه التونسيه اللي قاعدين اللي كي كي فولا بريفاتيزي ابري تو تقعد مكسب وطني يعني هاي التلفزه التونسيه مدعمه فيلم تونسي وهذا يلزمنا نقولوه وان شاء الله القنوات القنوات الجديده هذه ولا حتى القديمه الخاصه ان شاء الله تدخل في المنظومه نتاع دعم الثقافه يثبت ليك الفقر السحمات يثبت ليك الفقر السحمات امس السحمات بس ابراهيم علاش يحكي الفيلم تو وريت برشا الحي وريت سايب صالح ريت زنديسه كي خوفوا شوي شنو عليه سايب صالح كانت هي سايب صالح قبل الثوره تو سايب صالحه مش صالح انا نحكي على سايب صالحه هذاك شنو نحبوا سايب صالح خلينا نتفرهدوا خلينا نعبروا والكلمه عمرها ما كانت محجره دونك الفيلم زاد سايب صالحه شويه علاش يخوف فيلم نو كوميديا هي تحكي على كوميديا ليس لها مكان وليس لها زمان ولكن الفيلم يحكي تونسي مع ممثلين تونسيين قصه بوليسيه كوميديه
هبطها الكردونة هي انا جيت على خاطر تحب برشا الكوميديا وابراهيم طيف معناها من المخرجين التوانسه اللي يحبوا الكوميديا. رينيك يعني في برشا ادوار ما ظهر لي الدور هذا مش يكون مختلف. اي بالطبيعه انا علاش حبيت الدور هذا خاطر مختلف جدا معناتها على الاعمال اللي قمت بها وهذه فرصه باش الفنان معناتها يتعامل مع شخصيات اخرى مش ديما شخصيتك المنمطه اللي اغلبها مثلا اغلبتها في تكررت في بعض الافلام. دونك فيلم سمباتيك فيه برشا ضمار. Annonce 47 terres sur 3 premières. Ouais, il y a plein. Vas-y. Et axe. Ouais. T'as fait ta patte, moi, bouge pas. السينما التونسية بالحق ناقصة أفلام كوميديا. النجم الفيلم هذايا على الأقل يرجع في الطرف القاعات السينما اللي قعدت لنا الجمهور للسينما. فما توا ان بروغرام نحبوا نقدموه افيك لي برودكتور افيك لي سانديكا دي برودكتور مش نعمروا القاعات اللي موجودين دون لي سال دو يعني كولتوريل ان بو بارتو مش في تونس بركه في تونس حتى البنجردان. القاعات هذوما المينيستير نوز اون برومي دو سوبونسيوني بور افوار دي بروجيكتور سور ان سوبور بلوراي pour qu'on fasse des cinémas entre 150 et 200 places pour que tous les films tunisiens, que ce soit subventionnés ou non subventionnés, vont passer dans ces salles-là. Nous avons un jour où nous avons fait 3 films dans l'année, nous avons fait 20. كما تو بلدان كما المغرب حاجه سهله هي راه المغرب كانوا كيفنا يعملوا 3 افلام في العام يا اخي عملوا قانون كما في اسبانيا وفي ايطاليا وفي فرنسا اللي 5% من مداخيل الاشهار التلفزي ولا من مداخيل الانترنت ولا مداخيل التليفوني موبيل حاجه 5% يقدرهم 95% يتصبوا لصندوق انتاج افلام للسينما والتلفزه. بقى القاعات القاعات فما حديد من الحلول البديله لو ما يلزمناش نقفوا على حكاية القاعات مشنا في عامين ولا في 5 سنين اليوم سيي مش اون فا كونستروير لي ملتيبلكس ولا توت لي سال فون اوفغيغ ولكن فما حلول بديله وخاصة داخل الجهات لانه مشكلتنا كذلك انه السينما التونسية ما توصلش للجهات فما قاعات او سكون ابيل لو ريزو دي ميزون دو كولتور هذوما اللي يلزم نتلفتوا لهم ونأسوهم وممكن نجموا نوصلوا بسأل 70 او 80 قاعه ينجموا يعرضوا افلامنا. سبتني! النوعيه هذه اللي الناس بالحق ولات تحتاج الضحكه ترجع الجمهور للسينما. طبعا ترجع للسينما ترجع للجمهور للسينما بالاخص اللي حاجه اللي انا بجد معجب بها برشا اللي الجمهور التونسي يحب الفيلم التونسي حتى كي ينقدوا راهو. معناتها قاعات السينما يلحلحوا بينا توا سكروا اكثرهم، علاش؟ على خاطر توا دي في دي القرنصه معناها موجوده بدرجه اللي واحد يقول لك نشري دي في دي مسروق ارخص من تذكره نتاع السينما. بقى كي يبدا فيلم تونسي الناس يخرجوا حتى باش يقولوا ما عجبنيش. هذه توا مولا الحمام طلعين عليك. عادي حسره ليها 20 سنه الحكايه باش يشدوها لي توا. انا نحب كان الضمار. دونك جي في با مال دو شوز كان فيهم الضمار. دونك جو سوي كوبرودكتور اي جيم بيان ضمار خاطر كان اخر نكته عندك تو اخر نكته تحكي لي اخر نكته اخر نكته اي با فما روف كوكا غار على حكايه الفيلم هذا باسكو الا في طريق النجوم موا جو في ان فيلم بور ستارك دونك فوالا فطنيك فطنيك الفقر مستحمل فطنيك فطنيك الفقر مستحمل انت الفجر يا مات بحد الحياة يا روح بالحياة آه! آه!
كليب. وقتاش يحضر الفيلم ان شاء الله؟ احنا حضروا الفيلم تو جست يكمل يبدا في المونتاج. جيسبر كون اورا على فان دو ليتي. J'espère qu'on va participer au Festival de Carthage. Sinon, le Fichte, donc si on arrive à le finir et à bien ficeler le film. باش نحكيو تويكا على الفن الرابع باش نمشيو مع بعضنا الفضاء مدار بقرطاج باش نكتشفوا العمل الجديد لمسرح فو اللي هو مسرحية فيسبوك. العمل هذايا تمثيل الفنانة رجاء بن عمار الممثل الكبير منصف صايم وكذلك ليندا الدباغ اللي عرفناها ككوريغراف نشوفوها ايضا تمثل في مسرحية فيسبوك. فيسبوك هي بالضبط كيما الفيسبوك باش نلقاو بليزيور بروفيل باش نلقاو ايضا تعدد الفنون المسرحية باش نلقاو برشا فنون موجودة في فيسبوك كما الراب ايضا مش نلقاو الجمهور موجود ويمثل في المسرحيه هذه. اكثر التفاصيل عن مسرحيه فيسبوك نلقاهم في ليلي مون بتاريخ. الثورة بدأت بالفيسبوك يعني بدأت بالموقع الافتراضي هذا فيسبوك. علاش الاسم هذا اخترته بالتحديد؟ خاطر فيسبوك بمدة عامين خلينا نعيشه. أنا مدة عامين قبل الثورة نسمع ونتفرج ونغزر الفيسبوك. ألو إيه ياكم كونكتي في جيو؟ ألو يا تونسي على قلينا جيو بنتي ولدي نحب نحكي راه باش نموت ما عادش نجم بون يهمنيش. ما تراش اللي التونسي اللي تحكي عليه انت تويكا لازم هو بده يفرز بين المعلومه الصحيحه والمعلومه الغلطه خاصه في الفيسبوك اللي حكيتوا عليه انتم اليوم خاطر قاعده تجرى ثوره مضاده اونتر غيومي في الفيسبوك زاده مضاده راش هي منهم المضاده راهو مضادة انت مع شكون انت وين قاعده فوالا دونك ثوره مضاده اوتوماتيك هي بقى من اللي انت تقول السلطه تحطت والسلطة اللي منزلت ما عندهاش دستور دونك اللي هي كرها حكومة مؤقتة وكهو معناتها من الوقت هذاك تتبدل تولي حكاية سلطة وتولي حكاية حكم وتولي حكاية ديكلان وتولي حكاية المهم هو السلطة أكثر من دونك أوتوماتيك فما ثورة وفما ثورة مضادة وكل حد يقول لك أنا الثورة وهي ما أنجت الثورة كان المجلس التأسيسي الباقي كل ما أنتجناهش أنا ما اخترتش فما وزراء ما اخترتهمش دار القضية ما اخترتوش باش يكون وزير مثلا مسرحية أنه أكدت أنه الثورة ما كملتش باش تكمل يلزم استعداد كبير برشا من الفرد مش من المجموعة في حد ذاتها. تونسي يعني من قديم أنا شعب مسالم ويعرف يراوغ يعرف يعيش مع لأنه حتى الموقع متاعها معناها البيرات والناس اللي معناها غزاونا وشربتهم البلاد أصبحوا جزء لا يتجزأ وما في الأصل احنا ما نصم أوسي عن بابل ميتيسي. فيسبوك المشهد السياسي في تونس توي اي تو بارتاج اي تو بيك ولا شنو الاولى توي اي تو بارتاج اي تو بيك وي تو كومونت وتختار وتحط تصاور وتحط معلومات وتتبع وتلم وتو فيدير معناتها بالنسبه لي انا فما فيها منا ومنا ولكن اهم حتى وكان مش هذاك صوت الشعب اكهو انا بابا مناظر نقاط كان يحط صيغ تغرق الاخرى عالسوق
عمي، قتلوه قدام عيني وعيني تغفر. وين قعدنا في بالو حتى حد اللي انا نغفره نشوفه كل قادم ما بين عيني، خاصة بابا عمري ما نساه كيفاش دمه بط قدام عيني. فما إدانة زاد للشباب هذا اللي أصنع الثورة افتراضيا وحب يحافظ عليها بشكل افتراضي، وبطبيعة الحال في الجدل الافتراضي هذا الثورة هي واقع ولابد أن ندافع عليها على الميدان مش وراء شبكات الفيسبوك بركة. وربما هذه لخص زاد عنوان المسرحية فيسبوك، هل أن الثورة اللي انطلقت افتراضية رجعت اليوم إلى مجرد معناها افتراض لأكثر ولا أقل؟ الافتراضي خاطر الموين افتراضي فيرتوال، أما ما فماش حاجة حقيقية وواقعية وصحيحة قد الشيء اللي تسمع فيه، ولا بالأخص كل حكاية الفارغة. معناتها عندك أنت الأخبار وعندك الجورناليزم والبلوغ، ولكن عندك زادة اللي يقولوه الناس كل اللي كل يوم ترى الناس، ترى الشعب، ترى العباد تحكي. في نفس الوقت خرجنا من فيسبوك ما عادش افتراضية بركة الحكاية، لأنه فما زاد الأجريسيفيتي متاع الدن متاع عشنا المواقف متاع ثورة لوكاتورز كيفاش عشنا رجعنا أنه التاريخ برشا مشاهد متنوعه. انكم حابين تورينا لي بروفيل الموجودين في الفيسبوك سواء الحقيقيين ولا لي بروفيل اللي متخفين ولا حاجات لي فيرتوال سي سا. الجمهور بيدو مهمشتوخ ما بقاش من يغزر كيما الفيسبوك بالضبط، ما يتمهمش واحد هاو تخلى على البروفيل هذيا وحكي مع هذيا وشاف تصورها وهذا صحيح وهذا غلط هذيك كلها تمهمشت فيسبوك سيتو. المسرحية في الآن وهنا، الآن وهنا، والجمهور والفنانين يعني ممثلين في نفس الفضاء واللي هو فضاء متفجر يعني سباس إكلاتي. احنا دخلنا في هذين راهو في وسط المسرحية ولينا ما عادش نجم نسمع بعضنا إلى حد ما. احنا توا في هذية توا، احنا توا في 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 موقف أنا ما عادش نسمع بعضنا، الناس كل تتكلم فرد وقت وفرد وقت. واحد يحب كلمته تمشي. إكزاكتومون. حسينا اللي فما حاجات محاينة، حاجات قاعدة تجرى كل يوم في حياتنا. المسرحية ذي قابلة للسيناريو جديد كل يوم، وعشرة ألف سيناريو ظهر كل يوم، نجم تزيد لسين دو سين تخوة سين احنا والظروف اللي قاعدة تصير. نص مفتوح، نص تحسه قاعد يكتب، مش تكتب فيه رجب بن عمار ومنصف الصايب، اما تكتب فيه الاحداث متاع البلاد. وانا حبيت نشير للقطة الاخرانية هذه اللي ربما تفاها تعبير بليغ وصريح انه الربيع العربي يبدو لي انه تحول الى خريف. المسرحية اسمها فيسبوك، احنا بلغة الفيسبوك نحكي معاك زيدا، نقول لك تو ايمي تو بارتاج ولا سيرتانما جامي جو بارتاج كما يقولوا الفيسبوك، دونك جو بيك جو بارتاج بيان سور سون هيزيتي سيتي اسي اكسبيسيتي
يعني جوني موجود في البلاد وكنا لعبات صباح وليل فيسبوك الى اخره. دونك مهما كان نعتبرها هذه مسرحيه ناجحه ونتمنى ان اغلب المواطنين يطلعوا عليها يشوفوها ويشاهدوها ويشجعوا خصوصا الممثلين. والسينما باش نحكيو على حاجه اخرى، باش نحكيو على المطالعه، باش نحكيو خاصه على ليكتور دونفون اللي هي حاجه حساسه برشا، باش نحكيو على البوند ديسيني اكزاكتومون. ومعانا تويكا في البلاتو ياسين بالليل باش يفسر لنا اكثر الحاجه هذه، لانه ياسين بالليل مصدر بوند ديسيني جديده. البوند ديسيني هذه اسمها كسكسي بالبن. مرحبا بك ياسين. وبيك عايش. كسكسي بالبن ساعة شاهينا أكثر، عرفنا أكثر على كسكسي بالبن، شنو هي البون ديسيني هذه؟ هذه المجلة خرجت في شهر أفريل. المجلة هذه اخترنا لها اسم هكا يضحك واسم خفيف، وبون كسكسي ثقيل شوية كي واحد ياكله مع البن صحيح. مي اخترنا اسم تونسي، اسم خفيف يخلي الصغار يقولوا شنو هالاسم هذايا. بيه سامحني ياسين، الصغار توا كما قلت انت ما عادش يقراوا، ونعرفوا زادا اللي الصغار ولاو مغرومين بحاجات اخرى في عصرنا احنا، خلينا نحكيو على صغرتنا احنا، نعرفوا دي بون ديسيني اخرين، نعرفوا ماجد، نعرفوا عرفان، نعرفوا قوس قزح، فراشه، ظاهر لي كسكسي بالبن مش تكون حاجه مختلفه، ديجا من الاسم نكتشفوا برشا حاجات. بالنسبة للفترة هذه صحيح الصغار مع الشقراء والكل، أما في فرنسا مثلا الصغار رغم اللي عندهم جو فيديو وعندهم حاجات شيء كبير ومازالوا يطالعوا. علاش؟ خاطر فرنسا لي ميزون ديديسيون سوسون ادابتي او زونفون، معناتها ولوا يعملوا في حاجات تثير الدهشة نتاعهم، تثير استغرابهم، سيناريوهات مختومة بالكدا. هذاك اش حاولنا في المجلة هذه، وحاولنا ما نبعدوش على قوس قزح، خاطر قوس قزح كانت عندها نوع معين من القصص اللي تخدم ياسر على السيناريو وكل شيء. حاولنا نعملوا حكايات مترابطة والصغير ما يقلقش، ونعملوا له تشويق انفرنال كما يقولوا. سامحني ياسين، مثلا من الشخصيات اللي نذكرها وانا صغيره بريبش. انت ظهر لي عندك شخصيات اخرين في البون ديسيني باش نغرموا الاطفال باش يشريوا البون ديسيني نتاعك. عندك مثلا شخصيه الكسكس والمقفول، عندك شخصيه الدواره العصبيه هكا ولا اي. بالنسبه للكونسيبت الكل نتاع الكسكسي، المجله كلها تتبع في الكسكسي، معناتها الماسكوت نتاعها سيتان روبو اللي هو الكسكسي اللي هو المقفول والكسكاس وكل شيء. ديجا نشوفوه هنا النجم ونشوفوه في الصفحة هذه اللي هو الكسكسي والكسكسي. وعندنا برشا أركان أخرى، مثلا ليزانغريديون تاع الكسكسي العصبانة والبطاطا والحمص وكل هربوا من قصعة الكسكسي وركبوا في كهرباء ومشاو يحوسوا في تونس. وكل مرة يمشيوا بلاصة، مرة في القصور، مرة في الجم، وفما روبريك زاد ايديوكاتيف على البلاصة هذيك. وفما برشا ابطال نتاع القصص المصوره هذوما، ابطال توانسه خاصه، خاطر نحبوا الصغير كي يقرا يحس روحه تونسي ويرجع لثقافته والاصل. خاطر المشكله توا حسب رايانا الصغير ماهوش لاقي مجله، ما فماش في تونس مجله اللي يقراها الصغير يحس روحه تونسي. يا ملزوز هو باش يشري بيكسو وميكي بون يشري فيهم اكثر شيء على لي جادجيت، ولا يشري ماجد ويلقى روحه في السوبر ماركت يحوس، ولا في لبسه خليجيه واللي هي ثقافه بعيده علينا شويه. ثقافه بعيده عليه، الوغ كي يقرا الصغير ويلقى روحه ويلقى القوس ويلقى الكابوس ويلقى الجو التونسي يحس روحه هو في وسط القصه، كلي هو قاعد يغامر في بلاصه البطل نتاع القصه. ياسين كسكسي بالبن صدرت مره كهو، يعني كما نقولوا الكسكسي نتاعك طاب مره بركه. ما نعرفش الكسكسي طلع بنين ولا لا، اما ظاهر لي عندك مشكله في سبونسورينغ، عندك مشكله خاطر المعروف اللي عرفته على كسكسي بالبن اول ما صدرت اللي مش تصدر كل شهر، الى حد الان هانا نستناو فيها وما فماش كسكسي. لا ما مازال الشهر الجاي عاد. لكن انت قلت لي حاجات اخرى، قلت لي مش تحاول باش تولي كل شهر. احنا باش نخمو كل شهرين مازلنا مش متاكدين، خاطر ما عندناش خبره. احنا كي تجي تشوف ماناش دار نشر جديده شويه. ما عندناش خبرة كبيرة في السوق وما عندناش عندنا شوية خبرة بالطبيعة، أما احنا فنانين أول حاجة ونحاولوا نتعبوا ونخدموا مخاخنا باش معناتها نخدموا مخاخنا باش نربحوا في العملية ونكونوا كالبياعة وكذا، أما احنا أغلب شيء ارتيزارتيسترا. بالنسبة سبونسورينغ قاعدين عجبهم البروجي، فما حاجات باش تجي إن شاء الله، أما حبينا نخليوا الوقت أكثر للعباد باش تعرفها وباش نخرجوا إن شاء الله أبارتير دو جوان. أما الديسيزيون مازالت يا نخليوا مونسويل يا نوليو كل شهرين إن شاء الله.
باهي ياسين، يقول القائل تويك انت جون على روحك فنان كرياتور بديست، كيفاش كي جاتك الفكره باش تعمل بون ديسيني؟ سان ريسك ابروندغ نتصور، خاطر كيما قلت انت صغار تويك ولا مغرومين بالانترنت، جو فيديو هداري اخرى. اذا كان الارتيست شنو دوره؟ دوره يمشي مع هوا العباد، هو معناتها 100% معناتها ياخذ شويه من هوا العباد وياخذ الصغار عندهم حاجه البوند سيني، اما زاد ما نعملوا لهمش حاجه زاد على كيفهم 100%، لازم انت تهز وتوري الحاجه اللي لازم يوصل لها، معناتها هو هذاك دور الفنان حسب رايي انا، ما يقعدش في الواحد. اما بالنسبه للريسك والكل، هذيك الريسك البوند سيني ستان فيروس، معناتها عندك انت ملي صغير والبروجي نتاعك باش تعمل باش تعمل فاشل ناجح باش توصل مش توصل. المفيد احنا عندنا الشجاعه الكافيه مش كيما برشا عباد باش في الوقت الحالي اللي برشا عباد مش لاهيه بالانتاجات الفنيه وكل شيء، مش اصدرنا مجله وقاعدين نبني وقاعدين نحاولوا نعملوا مشروع، مش كيما برشا رؤوس اموال اللي عندهم برشا فلوس، مش كيما احنا عندنا شويه فلوس وصادمين على بروجي كيما هكا، هكا برشا عباد عندهم رؤوس اموال وكلهم مش قاعدين يستثمروا في البلاد و خاصة في المجال الثقافي، مش برشا تستثمر في المجال الثقافي. حاجة أخرى ياسين، الكسكسي كما قلت لك مقبلك طاب مرة برك، اسكو تشريه ولا لا؟ لا، اسكو الأطفال فما إقبال على الكسكسي نتاعك ولا لا؟ لا، فما إقبال وعجبهم الصغار، أما مش بالنسق الكافي اللي نحبوا عليه، خاطر مازلنا ناقصين زادة في الدعاية، قاعدين بشوي بشوي. خاطر أنا عندي حاجة كي نبدا نصور نتلاها بالكوتي أرتستيك يجبدني اكثر من الكوتي كوميرسيال ومن البرومو الواحد، يعني ماذا بيك النهار كله انا بيرويا ونصور في البوند سينيرا، اما شو اوبليجي دو فير لا برومو، لازمني اوبليجي دو فير لو كوميرسيال، اوبليجي دو فير تو سا، خاطر اي با ان اورغانيزم، فماش حاجات حاضره في تونس. في البوند ديسيني لاغ هذا، لاغ نتاع البوند ديسيني ظهر لي هو الفن التاسع يقولوا له، اسكو ماخذ حظه في تونس؟ تو نعرف مثلا المهرجان تاع زركا للبوند ديسيني وما عادش متطور كما العاده وما عادش فما اقبال عليه كما العاده، يعني قليل ما تسمع بجون تونيزيان مغروم بالبون ديسيني ابار شادي بالخامسه اللي معروف من بكري يعني. اي فما كعبات هو، معناتها قليل البون ديسيني بالحق اللي تلقى مغرومين بها، اما الكعبات هذوك ما لقيتهم انا. ونحب نحكي شويه على المجموعه نتاعي اللي هما تبارك الله عليهم، معناتها مديت لهم لي سيناريو انا مش متوقع قعدوا لاخر وقت ما خدموش، هذا اول المغامره كيفاش بديت. بعد كي بعثوا لي الخدمه جيتي بلوي، معناتها تلمون الخدمه. كيفاش اساميهم؟ اساميهم خاطر في الروبورتاج معنا عثمان كهاو، فما شويه عباد غابوا على الفيتيغ على الروبورتاج، اما انت تسمينا اسامي المجموعه اللي كانت حاضره معاك اللي باش عملتوا الكسكسي مع بعضكم، فوحتوا مع بعضكم كما نقولوا. فما ياسين الكل في الكل. اي انت بيك بوس. اي بون شاتيني تريحه بون مش مشكل. فما ريم جعفره اللي هي تقرا فنون جميله وقاعدة تحضر في البوند ديسيني العدد الثاني، وعاونتني برشا في التلوين نتاع القصة نتاعي اللي عملتها الخرافة عايشة والغول. باهي عندنا أمين كافي اللي عنده نوع من الرسم الواقعي واللي عمل مغامرة بكولور سيبيا هيك في المجازين. أمين كافي خدم برشا ديسان أنيمي وكل شيء وتبارك الله عليه، معناتها في الرابيديتي دو ديسان، في الكلمة، في كل شيء، معناتها إنسان حتى في أخلاق، وأنا قبل كل شيء نحب نتعامل مع اخترت جروب اللي صحاب بالحق، معناتها احنا اخلاق هذيك اهم حاجه في الخدمه. عاملين جو على خدمتكم هذيك اهم حاجه. اكزاكتومون. فما زياد ماجري، زياد ماجري تبارك الله عليه زاد عنده خدمه وعنده معناتها عنده ان ستيل معين هكا وفي ساعه ما يفهم، معناتها تمد له الخدمه تاك تلقاها اون بلوس، يعملوا الحاجه لو بلوس، مش يعطيوك الحاجه اللي تحب عليها انت ولا تقول لهم سيناريو هكا، يوليو يبدلوا فيه شويه هما، هذيك اللي تشيخ عليها انت. وعثمان نعطيو الاضافه. ولا وعثمان هذاك ما نحكيوش، هذاك صاروخ هذاك. تبارك الله عليه. ياسين تويك التوانسه الكل مش الصغار بركا ولاو مغرومين باللي سيغي 3 دي، وانت شفت النجاح نتاع مثلا 2050، ما تفكرش باش ان شاء الله علاش ليه كسكسي بالبن تولي اون سيغي 3 دي وعندنا سليم بن اسماعيل معنا باش يطيعونك. سيرتو سليم تبارك الله عليه زاد. باش نقول حاجه اخرى في ليكيب، باش تولي معنا ان شاء الله وليس فروم تونيس نادي خياري في المجموعه هذيك، ان شاء الله باش نخدموا خدمه حلوه. وبالنسبه للديسانيمي عندنا دي سيناريو فريمون تري تونيزيان وعلاش لا، اما ديما نبقى النوفيام ار والبون ديسيني راهي مهمه برشا للصغير، على خاطر الديسانيمي يمد له كل شيء حاضر، ما يخل معناتها الديسانيمي اللي قاعد نشوف فيه موال ديزني ولا غيرهم، مش ديسانيمي ان كور ميتراج دارتيستيك ولا حاجه.
اما البوند ديسيني سي اون ايماج فيكس يغزر ليماج. انتي مغروم بالبوند ديسيني وكها ولا سيغي 3 دي لا حتى شيء. مغروم بالديسان انيمي، اما البوند ديسيني عندها قيمه كبيره ياسر خاطر ايماج فيكس تخلي صغير مخه يمشي يخدم كي يقرا زاد يتخيل هو، اما كي تتفرج على ديسان انيمي ما يتخيل شيء، يتفرج ياخو معناتها إلي كونسوماتور بليس كو مخه قاعد يخدم. باش ما نكثروش على العباد وعلى يتفرجوا فينا تويكا، نحب نقول لهم اللي كسكسي بالبن اباغ اللي هي مجله للاطفال تنجم يقراوها الكبار زيدا، نلقاو ايضا شخصيات سياسيه خلينا نقول فما امور نوار موجود في كسكسي بالبن، اما هي الاكثريه موجهه للاطفال من حتى ال 12 سنه، من 7 حتى ل 12 سنه تقريبا. كيفاش خليت الاطفال يتغرموا بالشخصيات السياسيه وكيفاش قربت لهم الشخصيات السياسيه؟ والله هاو تشوف فيهم السياسيين تقول ساحه نتاع مكتب، تشوف فيهم في المجلس التاسيسي هاو الاخر يعيط هاو الاخر هاو سيدي هاو قال لي هذاك والاخر يخرج يعيط والاخر معناتها ساحه نتاع مكتب سي كيلك شوز دو درول. بيني وبينك البوند السيني نجم يقراوها حتى الكبار معناتها وفيها شخصيات سياسيه سابقه كيف ال ما نحبش نحكي برشا انا بالطبيعه على القصه، اما الشخصيات السياسيه كل الموجوده باش تلقاوها في العدد الثاني ان شاء الله. اللي باش يصدر في شهر جوان هذيك اكيد بالطبيعه هذه الخدمه نتاعو بدات وقريب تكمل ان شاء الله. ياسين بالليل نشكروك اللي كنت حاضر معنا اليوم في بلاتو كولتور ماك، انا ما نكثرش عليكم نحب نخليكم تويكا في الروبورتاج هذايا اللي باش نمشيو فيه للبواط نتاع ياسين بالليل باش نشوفوا كيفاش ورشه الوصول الى كسكسي بالبن كيفاش توصلكم المجله هذه وكيفاش تلقاوها في المكاتب. تبعونا. وين وصل الكسكسي بالبن؟ قاعد يحضر. قاعد يحضر و بون. الخضره ولا بليش؟ نعرف الخضره غاليه الايامات. غاليه بقى احنا باش نجيبوها للليكتور نتاعنا خاطر يزوهم برشا فيتامين وشويه بروتيين وبرشا عصبين وحمص ظاهر لي. فلفل ما فماش برشا. كسكسي كذاب هذا. اي كسي كذاب يزمو فهمني قرض ظاهر لي. المشكلة الخضرة غالية المجازين برشا قالوا لنا غالية لورك مراش غالية برشا اسمع. هي ب 2500. 2500 باهي احنا قلنا شنو توا برشا عباد قالوا رخيصة برشا عباد قالوا غالية. بون الأهم حاجة عجبت الصغار صح. فاح كما قلت انت اللي خليتوه في البوند ديسيني نتاعكم كسكسي بالبن اللي مش تخلي الاطفال يقبلوا عليها وهي في مازالت تقريبا في الديشون الاولى نتاعها العدد الاول. صحيح احنا الكل لقينا حاجات هكا قرينا دي بوند ديسيني قرينا مجلات تاع ولاد صغار وتويكا ظهر لي تو سكي ديسيون بابي قاعده تنقص. انا نخدم على فورما كبيره خاطر تريحني هكاك باش نجم نلقى لي تري نتاعي ونجم نصور بلوز اليز. من الاول نعمل ديكوباج نتاعي بلوز او موان كيما هكايا. بعديك باش نعاود نقعد نخدم شويه فوق الديسان باش نوضح لي تري اكثر. وكي نلقى الحاجة اللي تريحني ولا الحاجة نلقاها صحيحة نعاود ناخو دي فوتر ولا دي ستيلو انكر بور فير لانكراج باش تقعد هذيك هذيك معناها لو تري فينال. نبعثوا حاجه كيما هكايا مازالت ما فماش كولور باش كان فما شونجمون نجمو نبدلوه قبل. من بعديك انا نتلاها بالميزون كولور نحط الالوان
نحكمل حتى تكست يعني لو تولي حاجة كيما هكايا بالتكست وبالنص وبالألوان وفما تصير الميزون باج يعملها ياسين ولا نعملها أنا ومن بعد ديك الخدمة كلها تتبعث المطبعة ونستناو العباد باش يقراو هكا. نجم تقول عثمان طريقته أصح خاطر الرسامين نتاع العالم الكل يخدموا فورما كبيرة والكل. يخدموا في الشهرية. لا طريقته أغلط طريقته أخي بخي أخي. ولا وانا طريقتي اصح ونخدم خاطر انا عندي الكوتي نخدم اوفيلينغ معناتها نخلي السبونتانيتي نتاع الديسان حتى الكريون مرات نبدل فيه كي نبدا نعمل بالبلوم يعني يا تختف وقتها يا تتعاود الباش السوبو نبدا هكا ماشي في كار في نبدا في كهرباء نبدا نستنى في حد كذا نجبد عندي دي كارني دو كروكي ونجبد هكا ونبدا نعمل في ان بيتي ديكوباج كيما هكا. ياسين هذوما في الحيط هذوك قاعدين نشوف فيهم شخصيات هذوك قداهم ياسين بالليل تفسرهم لنا شوي هكا يشبهوا لكم دايوغ جو مسوي ديسيني برشا خاطر جو مو ديتيستي خاطر نعرف في حاجات برشا ما عينيش فيهم وخيرك العلمي واسع فوالا ونزيد ندخل في روحي معناتها طرف من البرسوناليتي نتاعي وطرف من لي مونستر خاطر نحب نشيخ ياسر على لي مونستر غريك والامبيونس هذيك الفانتاستيك مثلا هنا عندنا الفامبير انا شويه امبيونس فامبير هنا كنت سمين شويه نقبل هكا وكل هنا سنتور فوالا تاكل في وزغه ناكل في وزغه وهي تاكل في على فكره بون فوالا الامبيونس كل الجبال نتاع اليونان وكل هنا شوي اون سيكلوب وهنا شوي اون سفانكس مو ايفيدون هذه الغولة اللي ريشيرش نتاع البي دي هذيك معناتها اما تبدلت برشا بارابور هنا شوي اون زومبي هذه ستونامي من الفيسبوك اسمها حلزون الجهنمي تعرف روحها ديجا فوالا صورت هذيك في العبيد هكا غور وكل مي سي با بور لي زونفون برشا وغاديك ياس مينوتور وعندي دوتر مي سون با امبريمي حلقتنا لليوم من برنامج كولتور ماغ ان شاء الله الريبورتاج اللي حضرناه لكم لليوم نالت استحسانكم ان شاء الله تكونوا خذيتوا فكره على ابرز الاحداث الثقافيه في تونس ان شاء الله استمتعتوا اليوم مع صوت وائل جسار ومع صوت ايضا سامي يوسف وتعرفتوا اكثر على فن لي بوند ديسيني انا نقول لكم انتظروا حلقه قادمه من كولتور ماغ مع زميلتي رحاب العجيلي ما تنساوش كل نهار اربعة على تونسنا تي في مع 8:30 وفما برشا اعادات ايضا لكولتور ماغ ايضا تابعوا تونسنا تي في محضرين لكم العديد من المفاجآت أيضا تابعونا على صفحة الفيسبوك تونسنا تي في أنا بقالي كان نقول لكم بسلامة وفي أمان. ساتور عندنا الهاتف جاهز؟ بيه لكن اللي ما توقعوهش المنظمين وحتى الجمهور اللي الجمهور يحضر كيفاش يقولوها شرشور يحضر بالطريقة الضحلة بطريقة حقيقة شنو هي هذه؟ الكهرباء شنو فيها؟ هي دبابة مش كهرباء هي دبابة بعديك هي ما يلوط برشا حس واو برا العمي شرشور برا طلعت لي العمي شرشور شو تقدمني؟ ليه؟ طيب تقعد معايا كي عزيز زي شنو شو قدم هنا هكا ماشي يا ولدي يا زلمة خليها بحذايا هكا بيه خليها هكا قدمتني يا شرشور لا شريرة يا